أنت قبل 8 سنوات كنت تقول الدراما يبي لها 15 سنة عشان توصل للمأمول ومن... يا أخي يعني أنت مش مقتنع. فقرة في الظل تقول أن أبو السند مش مقتنع بالدراما اللي قاعدة تتعامل الآن رغم أن العالم فرحانين فيها. فرحانين فيها، لكن أنا أقول أنها توها في البداية. هذا كأنه طفل بدأ الآن كان حبي واليوم بدأ يمشي، لكن مشي خفيف، بكرة إن شاء الله بتستمر. يا أخي أنت تقارن نفسك في، إذا كنت تقارن نفسك في الإعلام الثاني سنوات، ها مئات من السنوات، يمكن أكثر من 100 سنة كانوا يرجون السيارة بيداتهم ويبينون أنها تمشي، وانت توك بادي يعني. حتى اللي عندك ما هم محترفين، عندك ناس هوات، فبتقارن نفسك. مو قاعد يحش في الناس ترى، لا ما احش في احدنا، لكن الواقع. طيب نشوف الفيديو، الشباب محضرين لنا فيديو ما شاء الله عليهم، لحقوا يجيبوا تبارك الرحمن. يلا اعطونا اياه. اذا كان يعني ماشيين صح مثل الان انا اتوقع ان ماشيين الان يعني جيد الآن جيد، وفي داعمين وفي قنوات وفي حرص من الناس. فإذا مشينا على هالمنوال أنا يعني أتوقع إن شاء الله يعني 15 سنة وفيها إن شاء الله نقدم شيء صح. كثير 15، لا مو شيء، الناس لن تنتظر، عندها خيارات كثيرة. 15 سنة في الزمن، يعني في حركة الزمن مهم، شيء بسيطة جدا. منين جبتوا اللقاء يا شباب؟ علموني بس. اي لانه مو معقول انكم تروحوا للمكتبه وتجيبوه بالسرعه هذه من اليوتيوب. ها موجود على اليوتيوب اللقاء هذول. الحين انت كم لقاء انا اخذت انا وياك؟ هذه يمكن 3 لقاء. انت حتنق علي ما تخليني، يمكن يمشوني بكره ولا لا شيء. انا اتمنى اني انا بعدين بخلي الدراما واصير في برنامج ودي استضيفك واتحدى معدينك ذولا اللي انت فرحان فيهم. واحد معد عندي اخليه يجيب كل شيء، يجيب كل شيء. ما عاد انا ما يبي له شيء، تليفون واحد بالشباب ويعطونك كل حاجه.